الأميرة ذات العشرين تنورة. هذه القصة من الأراضي الهولندية ويدعى شعبها بالهولندي. في قديم الزمان بهولندا عاش ملك وملكة وابنتهما الجميلة. كانت الأميرة جميلة جداً وكانت تعرف ذلك جيداً. كان الجميع يحب النظر إلى وجهها الجميل، حتى هي أحبت النظر إليه أكثر. وفي تلك الأيام لم يكن هناك مرايا أو معادن، لذا كانت الأميرة تخرج للغابة وتذهب للبحيرة وتستمتع بالنظر إلى انعكاس وجهها على الماء. وأيضاً كانت تحب الطبيعة والغابة بشدة، حتى أنها تلعب في الوحل طوال اليوم وتجري خلف الحيوانات في الصباح والمساء. وعندما كانت تعود للقصر كان يبدو شعرها كعش طائر مبعثر. أوه أيتها الأميرة، كيف سأتخلص من العقد بشعرك؟ لا أعرف، إنها وظيفتك. رجاءً تعالي واجلسي لأمشط شعرك، قد يؤلمك. أوه لا يمكنك فعل شيء، أنت حقاً حمقاء. أنا حمقاء؟ مولاتي، هل قلت إنني حمقاء؟ هذا لا يليق بأميرة. تعلمي تمشيط شعري ثم تحدثي عن أسلوبي. حمقاء. أوه المياه ساخنة، ألا يمكنك فعل شيء صحيح؟ وكما لاحظتم لم يكن أسلوب الأميرة جميلاً كوجهها الرقيق. اللعب مع مخلوقات الغابة والاتساخ كان مقبولاً، لكن إهانة الخدم ومعظمهم كان أكبر منها، حتى وإن بذلوا قصارى جهدهم لإرضائها لم يكن مقبولاً. تحدثت الملكة إلى الملك عن سوء سلوك الأميرة. أحب الملك ابنته بشدة ولم يقوى على التفكير في معاقبتها، ولكنه طمأن الملكة. إن ابنتنا ليست سيئة تماماً يا عزيزتي، إنها تحب الحيوانات والأشجار والأشياء الأخرى في الغابة. هل رأيت كيف عملت البقرة الصغيرة حينما وجدتها مصابة؟ وكيف تجتمع الطيور حولها أينما ذهبت؟ بينما كان الملك يعزي نفسه بعطفها على الحيوانات، كان قلقاً بشأنها حينما تصبح ملكة، لذا احتفظ بمخاوفه داخل قلبه وخرج إلى مكانه المفضل في الغابة. هنا عاش صديقه البلوط الكبير. كان هذا منذ عدة سنوات، حينما كان الملك مجرد ولد في العاشرة. رأى حطابين جاء لقطع شجرة بلوط. لن أسمح لكما بقطع هذه الشجرة. مولاي، نحتاج إلى الخشب. ابحث عن واحدة أخرى، لكنك لن تقطع هذه الشجرة، وإلا فلتقتلني أولاً قبل أن يمس النصل الشجرة. لم يجد الحطابان حلاً سوى ترك شجرة البلوط الكبيرة، وأصر الأمير على وضع حراسة ملكية في الغابة حتى لا يتم قطع أي شجرة حية، وتقطع الأشجار الميتة فقط، ولم يسمح بصيد الحيوانات أو الإمساك بالطيور في الغابة. وفي يوم حينما كان الأمير الصغير يلعب في الغابة، من أين يأتي هذا الصوت؟ يبدو وكأنه حيوان يتألم. بحث الأمير خلف النباتات والأشجار والشجيرات وفي كل مكان، حتى وجد ثوراً صغيراً. كان الثور يتألم بشدة، فقدمه كانت مصابة والجرح عميق. أخذ الأمير الثور إلى القصر ورعاه ليلاً ونهاراً حتى تعافى أخيراً وأصبح قادراً على الخروج إلى الغابة. وحينما كبر الأمير قليلاً
وأصبح في العشرين زار صديقه القديم البلوط الكبير ليجده يحتضر. صديقي، صديقي العزيز، ماذا يحدث لك؟ لما تبدو ذابلاً هكذا؟ علي إحضار طبيب أو مزارع، أي أحد لينقذك؟ لا فائدة من هذا، لقد حان وقت رحيلي عن هذا العالم. كنت لطيفاً معي وأنقذت حياتي عدة مرات، والآن حان دوري لأرد جميلك. ودوري أيضاً. أنت أيها الثور تبدو متعباً ودافئاً. أنا والبلوط أخوان، تعرضنا لسحر لنعيش كشجرة وحيوان، والآن لقد اقترب السحر على الانتهاء. لقد حان الوقت لنغادر هذا العالم معا. لكن قبل أن نرحل أيها الأمير، نتمنى أن نعطي أرضك الازدهار الاقتصادي والسعادة، فأنت تستحق هذا بالفعل. حينما أموت خذ أحد قروني واصنع منه مشطاً لشعر ابنتك في المستقبل، وحينما أذبل حول لحائي إلى عصي، وحينما تكبر ابنتك اجمع العصي لتصنع تنورة لها واجعلها ترتديها عندما تسيء التصرف. ثم يوماً ما ستجد زهرة بنفسجية تماماً حيث يقف أخي الآن كشجرة. دع أهل مملكتك يغزلون من ساق الزهرة. وفي لمح البصر هذه الغابة ستتحول لحقل حيوي مليء بالأزهار، حيث سيغزلها شعبك إلى أفضل وأنعم نسيج اكتشفه الإنسان، ومملكتك ستكون واحدة من أكثر الممالك المزدهرة. اليوم وبعد عدة سنوات، ها هو الملك يقف في الغابة يتذكر ما قاله صديقاه الثور والبلوط الكبير. لقد رأى بصيصاً من الأمل وكان ممتناً لهما، وعاد مسرعاً إلى القصر وأمر بصنع تنورة من عصي البلوط ومشطاً من قرن الثور. ابنتنا جعلت المربية تبكي بشدة مرة أخرى. استدعيها الآن. تم استدعاء الأميرة، وحينما أتت: سمعت أنك أسأت التصرف مجدداً. أبي، جميعهن بلا فائدة. كفى، من الآن سوف تمشطين شعرك بهذا، ومن الآن حينما تسيئين التصرف سوف ترتدين هذه. أبي، لكن أنا... لا أسئلة، لا جدال، ارتديها الآن. وهذا هو ما حدث. في أي وقت تسيء الأميرة التصرف كانت ترتدي التنورة الخشبية التي لم تعجب الأميرة، وسرعان ما بدأ سلوكها يتحسن. ففي كل مرة يتم تمشيط شعرها بالمشط المصنوع من قرن الثور تتحسن أخلاق الأميرة كثيراً. أنا أحب هذا المشط، إنه ناعم جداً. لكن شعرك معقد يا مولاتي، قد يؤلمك. أجل، ربما، لا تقلقي أبداً، أنا سأبقى ثابتة. أنت بخير؟ أنا آسفة، آسفة جداً يا مولاتي. ما دمت بخير فلا بأس، لا تقلقي، قد ينزلق أي شخص. اندهش الجميع بسبب التغير الكبير الذي حدث لغرورها وأنانيتها الدائمة، وسرعان ما أصبحت أخلاقها جميلة كوجهها.
لم تعد بحاجة إلى التنورة الخشبية، وأصبحت ألطف وأرق شخص في المملكة. وفي يوم خرجت للغابة كالمعتاد، وصلت حيث كان البلوط الكبير، ورأت أجمل وأروع زهرة في حياتها. أخذت الزهرة إلى القصر وأرتها لأمها وقريبتها التي كانت تزورهم. أمي يا عمة، انظر ماذا وجدت بالغابة اليوم. يا لها من زهرة غريبة. إنها ليست عادية، إنها زهرة كتان. كتان؟ ما هذا؟ سرعان ما علمتهم العمة كيفية استخدامها واستخراج الكتان من الزهرة وغزله إلى أفضل وأنعم نسيج. وبعد فترة تحولت الغابة إلى حقل كبير من زهور الكتان، وكل من في المملكة يعمل بغزل الكتان إلى نسيج ناعم. وصنع الخياطون منه أروع الملابس للرجال والنساء. أحبت الأميرة الكتان جداً. وفي يوم، التنورة ناعمة جداً، أحضر لي أخرى. انظر إلى هذا، إذن أريد واحدة أخرى. أوه، عندما أرتدي أكثر أصبح أكثر جمالاً. واحدة أخرى. ارتدت الأميرة 20 تنورة وصارت بحيوية في القصر، وظنت السيدات أن 20 تنورة هو الرقم الذي يجعل مظهرها جميلاً. وانتشر هذا الأسلوب في المملكة، كل فتاة وكل سيدة وكل عروس كانت ترتدي 20 تنورة. وحتى يومنا هذا استمرت الصيحة التي بدأتها الأميرة في الأراضي الهولندية وبين الشعب الهولندي، الصيحة التي بدأتها الأميرة عندما ارتدت 20 تنورة. ومن المهم أن نلحظ أن تلك الأميرة هي من ارتدت التنورة الخشبية، والآن يمكنها ارتداء كتان ناعم ومريح حتى وإن كانت 20 تنورة معاً. حينما نتقبل أخطاءنا ونصلحها نشعر بالسعادة والارتياح، وأيضاً يرتاح من حولنا ويحتفلون بنا مهما فعلنا. حينما أصبحت الأميرة مهذبة ولطيفة لم يعد يشكو منها أحد، لأنه عندما نترك عاداتنا السيئة يسامحنا الناس. هذه هي الحياة الحقيقية.